قال الإمام الكاظم عليه السلام: أبلغ خيراً وقل خيراً ولا تكن إمعة. قيل: وما الإمعة؟ قال: لا تقل أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس. يبدو بشكل واضح من هذه الوصية أن الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب الناس الذين يواجهون الحياة في كل صراعاتها وفي كل إشكالاتها بالطريقة السلبية، بحيث لا يسعون إلى اتخاذ المواقف وفقاً لما يصل إليه تفكيرهم، بل إنهم اتكاليون، يريدون للآخرين أن يفكروا عنهم ليتحركوا على ضوء ما وصلوا إليه في تفكيرهم، فهم لا يريدون أن يعيشوا مسؤولية الفكر، وإنما يقولون للآخرين: فكروا لنا، ولا يقولون: فكروا معنا.